وبركاته، معكم هشام عبد الحافظ، والنهارده هنتكلم عن منتج مهم جدا للإنسان والحيوان في ذات الوقت من شركة ووري فارماسيتيكال. تأسست شركة ووري فارماسيتيكال في عام 2010 وتسعى إلى عالم يصبح فيه البشر والحيوان أصحاء وسعداء من خلال تطوير الأدوية التي تعطي الأولوية للطب الشرقي والمكونات الطبيعية فقط على أساس فلسفة إدارة الطبيعة. ابتكرت شركة بيتون الصيدلانية الخاصة بناء 8 أنواع من منتجات الرعاية الصحية التي يتم تناولها مع الأعلاف كوصفة طبية مناسبة للأعراض باستخدام المكونات العشبية المثلى والمكونات الطبيعية كأولوية قصوى، وتسعى جاهدة لتحسين رفاهية الحيوانات الأليفة من خلال تطوير 8 أنواع من الوجبات الخفيفة والعناصر الغذائية. هناك عدد قليل من الأوصياء الذين يخشون أن تكون كلابنا ضعيفة مقارنة بالكلاب الأخرى لأن لديها شهية ضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أوصياء يشعرون أن تغذية الكلاب التي تأكل العلف فقط غير كافية، ومع ذلك هو عنصر غذائي خاص لتنمية وصحة الحيوان. لا يمكن إعطاء أي طعام أو أي مكملات غذائية فهذا كلبي. فيتامينات متعددة للرعاية الصحية من بيتون يباع بالفعل عند التسوق للمنزل، ويشتهر بمكملاته الغذائية التي اعتمدتها توري إلى البيت الأزرق. فالرئيس الكوري لديه كلب، وهذا الكلب يتناول هذا المنتج أيضا. منتج مصنوع بعناية باستخدام مكونات بشرية فقط، أورجانيك، جميع المكونات أورجانيك يستطيع الإنسان أو الحيوان أن يتناولها، وليس فقط مكونات حيوانية للحيوانات الأليفة مثل العائلات. إذا تكلمنا عن بعض المعلومات عن هذا المنتج أو كيفية إطعامه، حبة صغيرة 300 ميلي جرام حجم حبة البازلاء. 90% من الكلاب الكورية هي كلاب صغيرة الحجم، أقل من 10 كيلو جرام. مكملات غذائية مخصصة مناسبة لحجم الكلاب الكورية. فيتامينات متعددة لرعاية الصحة من بيتون يباع بالفعل عند التسوق للمنزل، ويشتهر بمكملاته الغذائية التي اعتمدتها توري إلى البيت الأزرق. في الوقت الحالي يتم استيراد معظم المنتجات المباعة في كوريا، أو يتم استيراد المنتجات شبه المصنعة وتقسيمها إلى أجزاء وبيعها في كوريا، أو أن بعض شركات الأعلاف تنتجها بطريقة غير مهنية. يتم استبعاد المكونات الاصطناعية والكيميائية، وتستخدم المكونات العشبية الطبيعية كمكونات رئيسية. فيتامين طبيعي محسن للمناعة على سبيل المثال تشونيون، مثال فيتامين صناعي الجينسينج الأحمر. نعرف جميعا أن كوريا مشهورة بالجينسينج، والجينسينج الأحمر هو نوع مهم جدا من أنواع الجينسينج، الأدوية العشبية إلى آخره. تسجيل براءات الاختراع للمكملات الغذائية للحيوانات الأليفة لأول مرة في كوريا، واستخدام طرق استخراج الطب الشرقي الحاصل على براءة اختراع مع براءتي اختراع مرتبطين GMP الإنتاج على أساس رقابة صارمة على الجودة من قبل شركات الأدوية GMP، معايير ليكون السعر أقل بنسبة 50% من سعر المنتجات المستوردة من نفس الجودة. لا توجد منتجات محلية أي حيوانية أي حيوان أليف تحتاج. إنه منتج لتحسين القوة الجسدية للكلاب التي تفتقر إلى التغذية وحدها. عند إطعام كلبة أم حامل تلد الكلاب بصحة جيدة أثناء الولادة. الفيتامينات والمعادن التي يمكن للكلاب أن تفتقر إليها بسهولة، إنها وصفة طبية مركبة. منع نقص الفيتامينات والمعادن من خلال الإعطاء المستمر يساعد الكلاب على استعادة صحتها في حالة الضعف، يساعد على تعزيز النمو ومنع الإجهاد عن طريق توفير الفيتامينات للكلاب التي تعاني من ضعف النمو وسوء التغذية وضعف الشهية.
الحصانة المزدوجة من بيت للرعاية الصحية، التكوين والاستخدام، القدرة. إذا تم توفير العلف من عمر 3 أشهر يتم تناوله حسب الوزن. هذه العبوة تكفي ل3 أشهر، وكل حيوان حسب وزنه يأخذ إما حبة إلى 5 حبات في اليوم. المكونات الرئيسية، المكونات العشبية، زيت الصرف الصحي، والنبيذ المحمص، والتوت، وجذر البيقية، والكبريت الناضج، فيتامينات A، فيتامينات ألف ودال 3 وه وبي 2 وبي 6 وكي 3. السمة الرئيسية للمنتج هي نفسها فيتامينات بيتون. يمكنك ببساطة التحدث عن آراء الأوصياء الذين يعتنون بالفعل بحيواناتهم الأليفة باستخدام المكملات الغذائية من بيتون. إنها الشركة الكورية الرائدة في مجال المكملات الغذائية الحيوانية الأليفة، نمت لتصبح أفضل مصنع محترف في كوريا. في النهاية أتمنى أن أكون قدمت إليكم أهم المميزات لهذا المنتج الذي يصلح للاستخدام البشري والحيواني على حد سواء، فإن معظم مكوناته مكونات أورجانيك طبيعية لا دخل لها بأي مكونات كيميائية. أشكركم لحسن استماعكم، وأرجو أن أكون قدمت إليكم منتج مهم ومفيد يعتمد عليه. السلام عليكم.